الاتحاد، والهدف الأول لصالح اتحاد بن عباس. الهدف الأول لصالح اتحاد بن عباس بطريقة ممتازة. شوف هنا يعني هفوة دفاعية في صفوف مولودية وهران، والاتحاد يتمكن من الصمودي اللاعب السابق لجمعية وهران من وراءها هذه المرة. عواج، عواج كورتو دائرية، محاولة ممتازة من هناك، محاولة ممتازة، كادت المولودية أن تعدل النتيجة حسب الحركة كما كنا نشاهد بعدم جذب القميص. ركنية في القائم الأول، وهدف تعديل النتيجة لصالح مولودية وهران. هدف تعديل النتيجة لصالح مولودية وهران على ما أعتقد بدبودة يفتتح أو يعدل النتيجة لصالح المولودية الوهرانية. عواج، عواج التوزيعة مدى هناك، والحكم السيد لطفي بكواسة يقول ضربة جزاء. هنا نشاهد الحكم، شوف هنا زكريا منصوري أمام مختارية، زكريا منصوري، والهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح مولودية وهران عن طريق زكريا منصوري. مولودية وهران واتحاد بن عباس، ركنية لصالح الاتحاد في القائم الثاني في علامة الجزاء. تبقى دائما الكرة، محاولة أخرى، والهدف الثاني لصالح اتحاد بن عباس. هدف بطريقة ممتازة لصالح اتحاد بن عباس، هدف بطريقة ممتازة لصالح اتحاد بن عباس، مقصية بطريقة أكروباتية لصالح اتحاد بن عباس عن طريق منصوري بوعلام. لاعبين مولودية وهران يشكيوا من وضعية التسلل، ولكن لما نشوف الحركة الهجومية والهدف، لاعب منصوري نظن، على ما أظن اللاعب منصوري كان مع الحارس واللاعب المهاجم اللي سجل الهدف. هاي الاحتجاجات سكريني.